ومشاهدينا ينضم إلينا من بيروت العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك معنا. إذا إسرائيل تؤكد مجددا على أنه القوات المستخدمة في عملياتها البرية هي قوات من النوع المستخدم في المداهمات المحدودة، تؤكد على تلك النقطة، ولكن لا تنفي حدوث أي تغيير في الخطة الإسرائيلية. كيف تقرأ المشهد من عين عسكرية واستراتيجية؟ عمليا يعني عندما دخلت إسرائيل بالعملية الانتقامية بعد 8 أكتوبر في غزة حددت بأنها عملية محدودة. رأينا هذه العملية المحدودة وصلت إلى رفح وأبعد من رفح وصولا إلى محور فيلادلفيا، وما زالت موجودة رغم أنها تخرق اتفاقية حول هذا المعبر مع الحكومة المصرية، ما زالت موجودة. لذلك يبدو أن عنوان عملية محدودة هو يشك به حول مدى هذه العملية والتوغل الإسرائيلي إلى أين ممكن أن يصل. ولكن ما فعلته إسرائيل حتى الآن أو يمكن أن تفعله حسب تقديراتنا كخبراء أنها هي المرحلة الأولى التي تسيطر بواسطتها إلى الأماكن المرتفعة على المطلي وعلى الأماكن المحتلة أولا. ثانيا هي لديها خشية من أن يكون هناك أنفاق تحت الجدار الفاصل وأن يكون هناك تحصينات معينة في البنية الأرضية لحزب الله في هذه الأماكن، لذلك هي تعمد إلى إدخال الكوماندوس إلى مسافة 2000 متر يعني 2 كيلومتر في هذه المنطقة حتى يمكن أن يكون هناك موضوع تنظيف الأرض قبل دخول الآليات التي المجهزة هذا والتي جهزت للدخول من 100 دبابة حتى الآن مع اللواءين الذين استخدموا من الاحتياط. لذلك هذه المرحلة الأولى المنتظرة، من بعدها ندرس المرحلة الثانية، ليست عملية محدودة كما يدعي الإسرائيلي. بالتالي طالما أنه يحظى بدعم أمريكي، والذي ظهر بالاتصال ما بين وزير الدفاع الأمريكي بوزير الدفاع الإسرائيلي منذ ساعتين بأن أمريكا مهتمة وتقود هذا التوغل الإسرائيلي بموافقة ودعم أمريكي رأيناه بواسطة الغارات المستمرة والتي يعني تشابه غارات غزة من حيث ثقل القذائف المستخدمة وقدرات التدمير التي تقوم بها إسرائيل في أماكن خارج الميدان في الضاحية الجنوبية من بيروت، بحجة أنها يعني تنذر المواطنين بأن منازلكم قريبة لوجود مستودعات أسلحة أو ذخائر. لم ينفجر أي مستودع، لم يكن هناك أي مستودع، كل ما هو موجود هو فقط التدمير والتهجير والقتل. طيب عميد ناجي، دعنا نتحدث عن الألفاق قليلا. ربما حزب الله تعمد خلال الأسابيع الماضية الأشهر الماضية نشر فيديوهات تكشف عن مدى تطور وحجم هذه الأنفاق الكبير تستخدمه ضد الآن إسرائيل عسكريا. ما الذي يتطلبه من إسرائيل لتدمير أنفاق بهذا الحجم وبهذه التقنيات المتطورة، وكم يستغرق ذلك من وقت ومن أعتاد كذلك؟ يعني شك أن الأنفاق هي البعد الرابع الجديد في الحروب. يعني اليوم المحتجزين لدى حماس من إسرائيليين موجودون في الأنفاق، وحاولت إسرائيل الدخول إلى عدة أنفاق، ولكن تلغيم فوهات الأنفاق وحتى منع الكلاب البوليسية من الوصول إلى النفق، وبالتالي يعني الوجود في غزة ما زال هو سبب يعني صمود المقاومة الفلسطينية في غزة. وربما كذلك وجود أسرى لا تريد إسرائيل بالمغامرة بفقدانهم جميعا لما فقد يعني من عدد كبير. ولكن دعنا نتحدث فقط بشكل مباشر عن أنفاق حزب الله بلبنان وتفوقها حتى على الأنفاق الموجودة بغزة. ما الذي يتطلب تدمير هذه الأنفاق؟ نعم، يعني اليوم عندما يعني وجهت إسرائيل بغزة بوجود أنفاق، يعني هذا ما قصدته، أرسلت إلى فيتنام وإلى فرنسا إلى كل دولة 10 ضباط بعجز المعركة. أرسلت 10 ضباط إسرائيليين إلى كل دولة لدراسة الأنفاق في فيتنام ودراسة أنفاق باريس التي أخرجت
التي حررت باريس أثناء الحرب العالمية الثانية. يعني كيف هي هذه الأنفاق؟ كيف ممكن أن تكون لغمت؟ كيف ممكن التعامل معها؟ يعني حتى هذا دراسة الأنفاق حاولت أن تدرسه في دول أخرى بالتالي حتى تستطيع التعامل معها. لذلك اليوم أنفاق حزب الله هي أنفاق ممكن أن تكون أنفاق بسيطة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا ولتخبئة الآليات التي تحتضن هذه الصواريخ، وهذا ممكن أن يكون دمر من قبل الطيران الإسرائيلي بخذاته التي تخترق لا أقل من 6 أمتار من البطون المسلح ولمكا 84 و30 متر من التراب. يعني أعتقد أن بعض هذه الأماكن بوجود يعني فوهات إطلاق صواريخ أعتقد أنها دمرت من قبل إسرائيل. ولكن ما يقصد بأنفاق هي الأنفاق التي الموجودة داخل الجبال، والتي استطاع حزب الله يعني حفرها، وهي صعبة أصعب كثيرا على الطيران أن يصل إليها. يعني كل القصف الجوي في هذا الميدان المفتوح لم يصل إلى إنهاء دور هذه الأنفاق، وما نرى حاليا من إطلاق صواريخ بعيدة المدى هي تطلق من هذه الأنفاق، يعني لا ليست على وجه الأرض، هي داخل الجبال وتطلق من هذه الأنفاق. وبدأ حزب الله يبدو إطلاقها، أطلق صاروخ باليستي منذ حوالي أسبوع باتجاه تل أبيب، واليوم يطلق صواريخ ومسيرات باتجاه أماكن بعيدة، ما يستلزم صواريخ بعيدة المدى يعني كبيرة لا يسعها أنفاق صغيرة. لذلك هناك أنفاق كبيرة كنا نحاذر أن نتكلم عنها سابقا لأن حزب الله أحاطها بسرية كاملة، ولكن عندما أبلغ حزب الله بواسطة فيديو عمم على العموم، نعم هناك أنفاق صعب الوصول إليها إلا باجتياح وبوصول بري والتعامل معها على الأرض برية. أشكرك على هذه التحليلات، كنت معنا من بيروت العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي.